يقول ما كيفية الطريقة للسجود يا شيخ؟ نعم، عندما أهوي للسجود يقول ما كيفية ذلك؟ على حسب استطاعتك تهوي إلى السجود، على حسب استطاعتك. فإن كنت قويا فإنك تضع ركبتيك قبل يديك ثم جبهتك وأنفك، وإن كنت عاجزا أو مريضا أو كبير سن فلا بأس أن تضع يديك قبل ركبتيك للحاجة. نعم.